السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وسعد الله أوقاتكم بكل خير ويومكم سعيد وجميل بإذن الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق دائما وأبدا. واليوم عندنا برنامج حلو وقابلكم شيء جميل بإذن الله تعالى، وراح نخطف رجلنا إلى مسقط إن شاء الله اليوم في عمل كذا، وأيضا تأدية واجب بإذن الله تعالى. خليكم المترقبين لتغطيتنا لليوم، إن شاء الله تستانسوا من خلالها وأوقاتكم سعيدة بإذن الله. وإلى المعبيلة وخلى مع أبو حميد. هذا دوار صناعية المعبيلة، أسواق زهرة الإمارات، فرع المعبيلة. العودة للمدارس ومستلزمات أولادكم للمدارس لا تأخذوهن إلا من أسواق زهرة الإمارات. جميع أنواع الشنط معاهم للبنات والأولاد، وتخير اللي تبغاه، وتخيروا منها الدفاتر ولايمو، هذه له 6 حبات 40 ورقة بنص ريال بس، وتخير منها الدفاتر اللي تبغاه. 10 متر قلاد، تخيل بكم؟ ب500 بيسة، وإن بغيت ال10 حبات ب300 بيسة. وشل مو باين من أدوات المدارس، موجود شل، تعال وتخير. المقالم والألوان والأشياء مو باين، تعالوا تخيروا بالشيء اللي تريدوا. يا الله على الكيوت، يا الله على الحلاوة، مو ذا الأشياء، مو ذا الدلع أبو علي. طاولات المذاكرة للأولاد والبنات فقط ب750 بيسة، وشيل. جماعة عندهم دراجات كهربائية لأولادكم فقط ب5 ريال و900 بيسة، وشيل. عندهم من هذا الصحون شل ولايم، وشيء ب200 وشيء ب300 الأكبر، وما ينكسرن. وجاي وقت الكشتات جماعة الخير، اختار من ذا الكراسي بريال ونص بس، ودلعوا عماركم بهالصحون الحلوة والجميلة، شيء فاخر من الآخر. طاولة وكرسي ب3 ريال و900، أرخص من كذا ما في. جماعة وفروا لكم ملابس أولادكم للمدارس للبنات وللأولاد، بريالين، بريال ونص، بريال و50 بيسة، بريال، تعال وتخير وشل. الله على أحذية المدارس السوداء والبيضة، ودلع عمار. منظف اليدين والمطهر ومنظف الأرضيات 5 لتر ب500 بيسة، طاولة بريال ونص، وأي واحدة من ذيلة بريال و5. وأيضا هذه الأغراض موجودة في فرعهم في الحيل الجنوبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومساكم الله بالخير والنور والسعادة والسرور. خلصنا بعض الأشغال والحين حان وقت ان نشارك اخونا جميل الشماخي واستاذنا عرس ابنه طارق باذن الله تعالى. ان شاء الله له البركه والتوفيق، وانه الله يرزقه الذريه الصالحه. ونقول بسم الله مشاركه اخونا عرسه باذن الله، ربنا يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. حياك معرسنا مبارك، الله يبارك فيك. نسأل الله أنه يرزقك الذرية الصالحة، ومباركين بإذن الله تعالى. يسعدك يا رب العالمين، شرفتني. الله يشرف مقدارك، واجب، الله يبارك فيك، وتستاهلوا أنه حد يوصلكم. الله يبارك فيك أحسن منك وكرمك أستاذ أبو حميد، الله يرضى عليك. تستاهل، تستاهل حبيبي طارق، الله يحفظك. مباركين إن شاء الله، مباركين. طبعا مرافقني منذر، حي الله ابو كشه، يعطيك الصحه والعافيه، سعيدين بعد غيبه طويله ان نلقاكم ونشوفكم. نحن اسعد ونورت والاخ سيف الاحسن. ونعم حياك ابو حميد، حي الله سيف، يا مرحبا، زين فيك، مو الاخبار؟ الحمد لله طيبين، مو يومك طيب، مشكور على الطله الجميله، يعني الله يسعدك يا رب، ما قاطع عندنا صراحه، ما نلقى بد. بس المره الماضيه جاي شوي الجو حار، تو احسن اتوقع. لا الجو جميل تو، عدل مسقط بايت قلد موسمه صلاله. جيت المره الماضيه وجلست يوم طرت، ما اقدر ما اقدر، انا رطوبه ما داني، اي رطوبه ما تطير، ما داني هم دانا البرد، الحر ارحم صح؟ الحر بعده اقل رطوبه، تجلس مكيفه تطلع شويه، اما انت تطلع في رطوبه والله تطلع في رطوبه، أتطلع من هناك كلك كأنك متسبح، ما حين تقابل أوادم تقاطر قدام الخلق. عموما ليلتكم سعيدة، بعد الجدول بعده، بعد الجدول بعده السهرة الليلية معنا، نعم بعد الجدول بعده يا الله، إن شاء الله الله يبارك لهم يا ربي، ويجعل بإذن الله تعالى فيهم البركة ويرزقهم الذرية الصالحة. وإن
وعقبالنا ابو حميد وعقبال العزابيه امين. اتمنى هذا الشيء ما يكون بعيد. لا ان شاء الله باذن الله قريب ان شاء الله. حاضرين حاضرين امين. انا علي كراتين الماي الى سمايل ان شاء الله بتزورنا. ها هنجي سمايل هنجي سمايل هنجي نتعنى لك اخ عزيز انت. هي والله تستاهل كل خير. الله يطول عمرك يا منذر. الله يرفضك يا رب. ما يقصر ما يقصر. وحنا يوصلك سمايل ويوصلك السور ويوصلك صلاة.